عايش في قفص، عايش في قفص ديما بوحدي بوحدي، عمري قبط الصف، عمري قبط الصف مدة طويلة، مدة طويلة كي أي مسجون قديم، كي أي مسجون قديم راه غارق، راه غارق ربي اللي عالم بيه، بيه دموع ديالو، دموع ديالو شفت عالم، عالم عالم الرجلة، عالم الرجلة نظام الحياة، حياة يا ويلي، يا ويلي يا ويلي يا ويلي، إلا كنتي درويش، درويش ومسكين، مسكين وما عندك لميمة، لميمة الله يصبرك، يصبرك الله يصبرك، صبرك الله يفاجئها عليك، الله يفاجئها عليك، الله يفاجئها على أي مسجون، والميمة الحنينة، والميمة الحنينة الفراق مكتوب علينا، الفراق مكتوب علينا، الفراق مكتوب علينا ما بين حيوط الظلام، ما بين حيوط الظلام نجوم ما بانوا لينا، دازت عوام، عوام مع الدوام، مع الدوام وانا عوام، وانا عوام ومسجون بعدة عوام، امي يما سمحي لينا. السلام عليكم خوتي، كدير مع الصحة، لاباس عليكم؟ ديما الجديد مع التوتوديس في قصة ديال دليل الساجين. الموضوع ديالنا ديال العفو الملكي، الناس اللي كيستافدوا داخل المؤسسة السجنية بالمغرب، الناس اللي كتكون عندهم 30 عام، اللي عنده 25 عام، اللي عنده مؤبد، اللي عنده 30، كتيدير يبغي يستافد من العفو الملكي. الدري الى ما كانش من ضابط داخل المؤسسة ويكون متبت، يكون مرزن، ما عندوش البيلانتيات، ما تيخرج يتشكى منه بنادم، تيكون شاد تقارو، شاد بليستو، ما تيأدي حتى شي واحد، الموظفة اللي كيتواجدوا داخل المؤسسة كتكون واحد المعاينة، واحد الملاحظة، كيشوفوا الدري بخير مزيان كذا، تيمشيو عند المنسق، المنسق هو اللي كينسق ما بين المسجون والمدير، ياخذ حق الموظف من المسجون وتياخذ حق المسجون من الموظف. شنو هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية هي خصو يمشي يدير التكوين، حيت راه كاين التكوين داخل المؤسسة، كاين الرخام، كاين الجليج، كاين النجارة، كاين الخياطة، كاين الحلاقة، كاين بزاف. وديما كنقول لكم اللي عنده العقل راه عنده الكنز. بنادم الا ما كانش ديسيبليني داخل المؤسسه راه ما يستافد لا من عفو ملكي لا والو. بنادم ما تيستافد من العفو ملكي، تيستافد من 21/7. مثلا كتكون عندك 20 عام راه ما يفتحوش معاك داك الساعات. الناس اللي بغا تستافد من العفو ملكي لوليداتها الله يفاجئها عليهم. الناس اللي كتحكم بعشرين عام وثلاثين عام ومؤبد وإعدام وخمسة وعشرين عام، الإنسان خص يكون داخل المؤسسة خص يكون بيان ديسيبلي، ماشي مال ديسيبلي، يكون دري نقيقي، يكون دري زويون، ما يتعدى على حتى شي واحد، بلاصتو بلاصتو، ديالو ديالو، ديال الناس ديال الناس. من بعد ما تكون محكوم نهائي، دايس الحكم النهائي بعشرين عام، كيطالب بواحد ست سنين خصو يضربها، ما يهضروش مع داك الساعات، ولا سبع سنين ولا تسع سنين عاد تيفتحو معاه. ويلا كان داير شي تكوين،
حيث هو شكون هما المقربون للاستفادة من العفو الملكي، وهما الناس اللي كينوضوا كيديروا التكوين، كينوضوا يقراوا ويتسجلوا في المدرسة، كيكمل قرايتو على حسب السيد واش خارج من الخامس والسادس، كل شيء كاين في المؤسسة. نكملوا في الموضوع ديالنا، خصو يكون داير تكوين، خصو حيت التكوين فيه جليش، فيه الرخام، فيه النجارة، فيه الخياطة، فيه السدور، فيه الحلاق. ملي تيدير التكوين كيدوز معاهم واحد المدة ديال 6 سنين 7 سنين كيفتحوا معاه، على حسب فوقاش كيفتحوا معاك، واش في رمضان، واش في عيد العرش، في 31/7، واش في العيد الكبير، واش في رمضان، على حسب. ملي كتكون ضارب واحد المدة ديال 9 سنين وكتخدم في دير التكوين وكتقرا ودريري زويون وما كدابز ما والو، حتى هما كيشوفوا تيديروا واحد المعاينة عليك، وانت راك محضي، وانت تيسحابك راه ما حاضيك حتى شي واحد، وتكتبوا داكشي في الورقة وتيصيفطوها للرباط. تتجي واحد النهار، السلام عليكم، نوض راه باغينك في الكريف، كتم خارج لعندو تيقول لك راه سيدنا الله ينصرو راه كيحيد لك عام، وراه ضارب داك الساعات شي 8 سنين وعاد فتحوا معاه، جابولو على حسب المناسبة، حيت تيجي بالعفو الملكي تيجي غير في المناسبات، يا العيد الكبير ولا العيد الصغير ولا 31/7 ولا شي مناسبة كما كتشوفوا، ولا شي كبحال كورونا، بحال ولد سيدنا مي كيتزاد، بحال سيدنا مي كيطلع للعرش، في المود سيدنا راه عطاو عفو الملكي الله ينصره والله يرحمه، يفتحوا لك في 31/7 صافي كتسنى كل عام داك 31/7 فوقاش اتجي. مثلا نقصوا لك عام راه 31/7 العام الجاي الاخر راه يجيبوا لك غير شهرين، عاوتاني 31/7 الجايه يجيبوا لك 6 شهور، انت محكوم ب20 ضارب يالله 9 سنين، كتلقى راسك في التالي ضرب منها شي 15 ولا 14 يتلقوك بحالاتك. واحد النهار تيجيب السلام عليكم، نوض راه سيدنا كيعفو عليك، سير اولدي الله يفاجئ عليك، سير اولدي الله يدير لك شي تاويل الخير. كتجي قداش حيت صعيبة بنادم تيكون في الأول الحكم ديالو، كيكون محكوم ب20 عام ولا 30، والناس اللي ما كتستافدش من العفو ملاكي، وهم اللي كينوضوا يدابزوا مع الموظفة، السيد عنده 25 عام كيقول أنا صافي مت زايد ناقص عندي صافي ما على باليش، مش انا عادة نزيد نولي نخرج للسيفيل، تيفقد الامل ديالو. كما قالنا السير دوان الملقى بن طوطو، تيفقد الامل ديالو، هو الامل في الله ولا اله الا الله محمد رسول الله. تيقول صافي انا ما خارجش، انا كدا، وكيبقى يدابز مع الموظفة ويدير المشاكل وينوض يبقى يضرب راسو، ما كيدير لا تكوين لا والو، وديما غير المشاكل. تيرجع عنده دوسي نوار، تيولي مشبوه. كما تيقول لك قرب لينا نقربو ليك، بعدت علينا نبعدو عليك. والناس ديال الزوار، تزوار الاموال، تزوار الاراضي، ما كيستافدوش في الوريكة. والناس ديال التهريب،
المخدرات ما كيستافدوش في العفو الملكي. يا الله يحسن العوان، راه المدة طويلة بنادم كيدوزها وكيدخل في جيل وكيخرج في جيل، وتلقى دراري صغار منه وتا وما عاد بدا وتيبغي يقولوا له اجي نطبلو فيه اجي نمدو فيه، وبنادم ما تيحشمش هذا الوقت. في اطار اولى وعاوتاني كاين اللي كيستافد في الوريكه ديال العيد الصغير، عاوتاني حتى هو تيكون مثلا عنده مؤبد كيرجعوا له محدد، من محدد صافي سير ما تيوليوش يهضروا معاه، حتى تيضرب شي 26 25 27 تيجي واحد النهار في العيد الصغير عاوتاني يعيطوا له السلام عليكم سيدنا الله ينصرو راك يعفو عليك، سير ولد الله يفاجئ عليك، سير وليدي راه تفتحات لك حياة جديدة، سير قلب على راسك رزقك ما زال كيعيط لك في السيفين. الوريكة الشاملة كان ضربت في 2009 سيدنا الله ينصره عطى واحد العدد اللي هو كبير للنزلاء اللي تفاجأ عليهم اللي في سانترال اللي في قنيطرة كما كنلقبوها بسانترال اللي في مكناس اللي في عين عيشة اللي في عين قادوس اللي في عكاشة عطى واحد العدد كبير تفاجأت على الناس مسكينة على واحد الفرحة كبيرة. راه المشجون مسكين دابا راه داخل المؤسسة كلشي كيتسنى الوريكة، كلشي كيتسنى سيدنا اللي هو سبب في العفو ديال بنادم، والعفو كيجي من عند الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد الناس اللي هما داخل المؤسسة كيعانيو بزاف وخص غير اللي يمشي يزورو وتيطالبو بالحقوق ديالهم. انا براسي حبسي كامل والله ما عمرها ضربت فيها الوريكة، كضرب الوريكة اما تكون ما محكومش الحكم النهائي، اما مثلا تضرب وريكا وانا مازال المنتب خضار واخا محكوم نهائي كنكون مثلا محكوم بثلاث سنين وانا عاد ضرب فيها ست شهور، حيث ما تمشيو للاقدمية اكثرية. فهمتوني اخوتي، دعيو مع المساجن، دعيو مع المساجن، الله يفاجئها عليهم والله يطلق السراح. احنا غير خوت مع بعضياتنا، راه كنوضح لخوتي وكنبين لكم بلي راني معاكم، وكنبين لشي ناس اللي هما مساكن ما تيعرفوش في هذا الشيء وما كيفهموش، حيت راه يجي واحد النهار ما تفقدش الامل، راه يجي واحد النهار ويكون ولدك حداك. ما تبكيش الميمه، ما تبكيش، الكبده ما بغات هنا، واللي عنده ميمته الله يخليها له، واللي ما عندوش ميمته الله يرحمها ويرحم جميع أمة سيدنا محمد. احنا ما نكرهوش سيدنا يعفو على جميع النزلاء بالمغرب، ولكن ما عندناش الجهد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، حيت راه كلشي كيتسنى سيدنا، السجناء كاملين بالمغرب كيتسناو سيدنا،
يفاجئها عليهم. الله يشافيه الله يشافيه الله يشافيه. وعاش الملك وعاش محمد السادس نصره الله. النزلاء بالمغرب كيتسناوك أسيدنا، الله ينصرك الله يطولنا عمرك، الله يخليك لنا بركة. انت بانا، انت اب الشعب، انت اب النزيل اللي كيتواجد داخل المؤسسة. شكرا شكرا بزاف للأسرة العلوية. أخوتي بغينا هذا الفيديو يتبارطاجا ويوصل، بغينا هذا الفيديو بزاف يتبارطاجا ويوصل. حنا الفيديو لما درناش شي حاجة اللي أنستفدو منها بلا ما نبقاو نهضرو، ما نبقاوش نضحكو عليكم، ما نبقاوش نتفلو عليكم. حتى أنا ضربات الوريكة واحد النوبة في الأخ ديالي حكيم، جاء عفو من سيدنا وكان محكوم بعامين للحبس، وكان داك الساعات في سيدي سعيد. وجعدنا بالله على غفلة، حنا جالسين كنتعشى وتدخل علينا، ويلي واش حكيم هذا؟ كما كنقول له صدمة قوية. الأخ اللي ما كتكونش ناويه يكون حداك داك الساعات وانت راك ناوي، راه هو في الحبس وعامين للحبس وفي حبس داخل حبس اللي هو كنقولوا له الكارتي. ما صدقتش انا تماك، وليت كنآمن بواحد الحاجة. نتسنى وقتي، نتسنى الدور ديالي، نبقى نصبر، والصبر مفتاح الفرج. حيت راه اي واحد كيغلط، راه النوب الاولى كيدير بنادم المشكل كيمشي للحبس، ثالثا كيهز كفوفو الله. يا ربي دير معنا شي تاويل الخير، يا ربي توقف معنا. كيولي ينوض يصلي صحا عليه، حيت داك الساعات كتبقى تبان الحقيقه ديال بنادم، الحقيقه ديال الحياه، شكون هو انت. وكيبقى بنادم يراجع نفسه بزاف، كيبقى بنادم يراجع نفسه بزاف، كيبقى بنادم يراجع نفسه بزاف، تيقول انا فين غادي، فين غادي بيا الحبل. كتشوف بنادم عنده منتيف يركض فيه بغل، والوريكة كتضرب في بنادم عنده 4 شهور للحبس، بنادم عنده عمايل، ومسكين بنادم عنده مؤبد. تقول فوقاش تولي لا غير محدد، غير 30 عام. الناس الغارقة مسكينة كتبقى لها 14 عام كتنوض تصب من حوايجها ديال الخروج ديال لا كلاس، حيت النهار اللي تتكون خارج فيه كتسمى راه عندك لا كلاس. في سنترال الناس مازال لها 10 سنين 8 سنين كتنوض توجد، كتبقى تهضر على السفير. والناس اللي ما كيستافدوش من العفو والملاكي، راه قلنا لكم ربنا دمي خويا يكون خصو زويون ويهضر مع وليداته داخل المؤسسة، والله يفاجئها على الناس اللي عندهم الحبس الطويل، والله يجعل ربي يدير لهم شي تاويل الخير. حنا راه ما كنبغيو حتى شي واحد الحبس، واللي بغى شي واحد الحبس راه ما صالحناش وما باغيناش وما فهمناش، والموضوع ديالنا كينتهي. وتسناو حلقة جديدة. شنو نقول لكم، واحد ضيف اللي هو عزيز على المغاربة وعلى فواسة بزاف، وفاس حاكم العالم. سبيسيال ديديكاس
ناس تطوان، خويا بادر، الضبيني، ناس الفنادق.